ما شاء الله غادي نهضروا على واحد الفيديو دابا اللي داير بوم مؤخرا. عندك ها المداخل ها المداخل شوف 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 واحد الصياد اللي كيدخلوا ديما في نواحي ديال طنجة يصيدوا الحوت عادي. واحد النهار طبط وقع عليهم واحد الحاجه انه هجم عليهم الحوت ديال الاوركا. وهذا الحوت كما كتعرفوا هو حوت هامجي بواحد الطريقه كبيره وذكي بزاف، كتكون عنده ديما خطه مدروسه كيفاش انه يصيد الفريسه ديالو. ودائما كتلقاهم كيصيدوا مجموعين، يعني ما كتلقاش غير واحد غادي يهاجم، كتلقى ثلاثه ولا اربعه مينيمو هما اللي كيهجموا على البشر. شوف هنا علاش كتشوف ليه كنصور كنشوف في الكاميرا فراسكم. ملي كنت صغير تفرجت في واحد الفيلم اللي كان فيه النيجة ديال الحوت ديال الاوركا، وكان بينو بلي ظريف وكيلعب مع داك الدري وتربى معاه وكيتبعو في البحر. يعني انا كنت شفت الاوركا في بوزناق راه كنت ندخل نعوم معاه، فهمتي، كنت ندخل نسبح معاه، وراه كاع ما كتلقاوني كندير هذا الفيديو. وبزاف ديال الناس يقول لك بلي هو هذا الحوت ما تياكلش البشر. متفق معاكم راه ما تياكلش البشر، ولكن راه تيقتل البشر. كاين الفرق هو انه كيتلذذ انه يقتل الحوايج. راه حيوان حمق، راه ما يمكنش. لكن الاسد هو ملك الغابه، راه هو ملك البحر. اوكي بلا ما نهضروا بزاف غادي نشوفوا لا فيديو ديال داك الصياد اللي هجموا عليه هذا الحوت ورجعوا. لاحظوا كيفاش كيدور عليهم. الوغ هو دابا شنو الخطه ديال هذا الحوت دابا؟ هو انه يقلب الفلوكه ويقدر يقتلهم ولا يغرقهم، ما تعرف ياكلهم. ما تبقاش تقول لي يعني كياكل الحوت، يعني راه لاحي يقدر ياكل البشر. لاحظوا راه ما كيكونش واحد، ديما كتلقى ثلاثة أربعة، لكن واحد راه تقدر تهند عليه. دونك راه حسن عوانو شو راه مخلوع في هذه اللحظة. وهذا الفيديو راه فري، راه ما كاينش شي حاجة سميتها مفبرك، راه كتخربقوا اللي كيقولوا الناس مفبرك وكذا. قبل ما نكملوا هذا الفيديو غادي نوريكم واحد المقطع اللي شوفوا كيفاش كيهجموا على الحوت الكبير. عرفتوا ذاك الحوت الكبير؟ راه كتقول بلي بكلش هذوك السلافالات يقبضوا عليه، ولكن شوف كيفاش كيهجموا عليه بواحد الطريقة راه ما يمكنش. وانت غير تخيل معايا غادي في الطريق خرجوا لك خمسه ديال الكلاب حكموك، راه ما يخليو فيك والو، راه هادشي اللي كيطرى لهاد الحوت، يعني ما تيقد عليه حتى شي واحد. وشوفوا هاد المساخيط كيفاش كيصيدوا هاد الحوت، كيستو ليه داك الثقبه ديال التنفس اللي فوق راسه باش يموت ويتخنق وعاد يقصيوه. يعني خونا ذكي، هاجم ذكي، فهمتي، عارف شباب. ماشي مشكل نقولوا ان الحوت الكبير راه صعيب، يعني ما كيتحركش دغيا، ثقيل عليها، لقاو كيفاش يديروا ليه. ولكن القرش غيشدهم غيشنشطهم ثلاثه، ما تقولش لي ان القرش حتى هو غيخسر معاهم. اجي نشوفوا كومبا ديال القرش مع حوت الاوركا. لاحظوا باش تعرفوا ان الذكاء اللي كيغلب راه ماشي القوه. شوفوا كيفاش كيدوروا عليه بثلاثه، كيخربقوا ليه التوازن، يعني ما يبقاش شاد التوازن ديالو، تيحكموه تيهنشروه. كيهنشروه، ما لقيتش كلمه من غير هذه، حيت راه بزاف هاد الحوت. راه تشوفوا في البحر، بقى واحد اخويا ما تحبش، فهمتي، موت وانت كتحاول تعرف معاه، المهم ما تموتش معاه. دابا فهمنا الخطه الذكيه ديال الحوت الاوركا كيفاش كيهجم على الفريسه ديالو. اجي تشوف بلي تلقاوه كيدير نفس الطريقه مع الصياده، انهم كيحاول يخربق لهم التوازن باش يطيحهم باش يشدوهم ديك الساعه. كملوا الفيديو. فالاخوان راس دابا حنا كيبان لنا الامر سهل بالرجوله، ولكن الا كنتي بلاصتهم راه تحس بها. كيفاش كيدفع الفلوس؟ انت راه بغي يقلبهم. شوف بغي يقلبنا. شوف يا ربي السلام يا ربي السلام. بنادم مخلوع يا ربي السلام، كتحس بها فهمتي، خارجه له من الناس اللي تيقولوا مفبرك. انا عرفت شنو وقع، حيت كاينين شي ناس دزتوا هذا الصوت ديال هذا السيد وداروا على فيديوهات وحده اخرين ديال الاوركا كيهجموا بواحد الطريقه اللي مفترسه اكثر، على الناس ما تيقوش. صافي هايداك ولا رجع حالك ليه كاع. شوف هو هارب، يعني غادي بالموتور ديالو. شوف كيفاش كاتب تابعين. حاجه وحده، يا اما باغا تهجم عليهم هما وطيحهم وتكشلهم، يا اما عندهم شي حوت وشافته وصافي بغات تقلبهم باش تاكل. وحده في جوج، ولكن هي راه عدوانيه. غنعاود لكم واحد القصه وقعات ديال واحد السيده اللي قتلوها الاوركا. انا خليكم على القرص وانتم تشوفوا اش كيدير.
يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا ربي. هادشي اللي كتشوفو مباشرة من البحر اخوتي. انت باقي كيضرب تيجي وكيضرب الفلوكة بجهد، ها هو تقبها اليوم انا الله حتى. ها هو تقبل اليوم الفلوكة. ها الما داخل. الوغ صافي الخطة غادا متقونة فهمتي، صافي تقبوا لي الفلوكة غيتقلبوا غيطيحوا كثر يقتلوا. يعني بالرجولة كون كانوا هاد الناس بوحدهم في البحر ما تعرفش كان يوقع، والله ما تعرفش كان يوقع، حيت راه غيجيو ناس اخرين فلوكة اخرين اللي غيشدوهم وغيجروهم. ارا صاحبي التقاسه ديالك اصاحبي شحال عندك في الكوره؟ مشكل انا نبيها صاحبي تبقى انت اخونا كتموتو باش يعطيك التقاسه. عطيك التقاسه راه صاحبي راه حياتك تما يقول لك الله يكرمك. شي ضربوا ديك السفلي ديال الفلوك. يعني شوف القوه ديال الاوركا. شوف اللوحه مقلوعه. شوف والله العظيم الا كنا غنضيعوا اليوم انا باش هاد الرجال. الحمد لله سخر لهم الله هاد الناس اللي جاوا. والله الخاسر اللي كنا ضيعنا غير ربي ورضات الوالدين وهاد الرجال وقفوا معنا مساكن. ها هي الباطل الاخرى هي هادي. هادي هي الباطل اللي وقفت معنا. كما كتشوفوا راه جاوا هاد الناس هما جروا لهم الفلوكه. يعني الحمد لله تصوفا. وايت قلبات الفلوكه هنا راه غرقات. قلبات اخوتي. مشات. رغم المجهودات ديال البحريه الملكيه والو الفلوكه تقلبات. الحمد لله بدون خسائر الارواح البشريه الحمد لله الحمد لله. يعني شو هاد الاوركا الحقيره جنقص الناس مساكن في رزقهم ومش والو مربح والو. وباش تعرفوا بلاد الحوت الاوركا راه مجرم خطير، مجرم خصو يتعاق خصو يدخل الحبس. شوف كيفاش مجرم خطير بالفطره. شوف كيفاش كيتلدد وهو كيلعب بهاد الفقمه مسكين. درت ليه والو جالسه. شوف بزاف ديال الناس تيقولوا باللي الحوت الاوركا ما تياكلش البشر، ولكن دابا غادي نبين لكم باللي الحوت الاوركا راه تيقتل البشر. ان واحد البنت كانت كتريني ثلاثه ديال الاوركا في واحد البلاصه اللي كيديروا فيها بحال هذاك اللي كاين ديال الدولفين في المغرب، تيبقاو ينقزوا وتيبقاو يستعرضوا. قال لك طاحت بالخطا في ذاك الحوض ديالهم وشدوها، ماشي كلاوها، كيشدوها بفمهم وتيغرقوها تحت الماء. تيغرقوها تتمات مخنوقه. هاد الفيديو والله ما كنت بوجدلو بصراحه، فقط جاتني الفكره شفت الفيديو قلت اجي نصور. فشحال هادي ما حطيت شي فيديو في القناه. الا عجبكم في هذا المحتوى شجعونا. عارف ما يكونش بارفي 100% ولكن شوف الكماليه كتجي مع المده، الجوده من خلال الكميه. الوغ الجوده تجيبها من خلال الكونتيتي اللي عندك. المهم تهلا.